أطباق الدبارة البسكرية الشتوية من بين الأطباق التي يكثر عليها الطلب خاصة في فصل الشتاء بعد أن أصبح لها محلات خاصة. تابع المزيد في تقرير وليد مهاجري ورمضان دفاف. مع دخول موسم الشتاء وبالأخص اشتداد البرد، تعرف محلات الأكلات الشعبية توافدا كبيرا للمواطنين، خاصة المطاعم المتخصصة في طهو الدبارة. الدبارة يخدمها وحدها، بريباري وحدها، الصباح نوض بكري بكرها ونوجد لها، جيت ساعة ساعة ويبداو يدخلوا الغش. البرد بيها، الشتيوا بيها، مليح مليح. لا دومون تاع الدبارة تقوى، يا الغشي كثروا فوق كي تطيح الشتا، هي فيها الحار وفيها القرا باش يسخنوا العباد، كي ياكل يحس بلي بحاجة يسخن. تمشي هكذا في اليام تاع الشتا ودبارة واللوبيا والشخشوخة، هذا في اليام تاع الشتا. الدبارة أصبحت ملجأ للكثير من الجزائريين، فهناك من جذبه سعرها البسيط من جهة، ولمكوناتها الصحية التي تضفي على الجسم دفئا خاصا من جهة أخرى. البرد والشتاء هنا دائما ويخدمها مليح، هو بعد سبيساليتي تاعو ملي كان وحنا معاه. هذا ناكلها بزاف، ناكلها بزاف، نعم، ولفنا بها. ناكلها تقريبا خطرتين بالسمانه، هي حاجه زينه، حاجه زينه حاره وكذا وتنشط وكذا هذيك، وماكله يعني مشهوره يعني، بصح ياكلوها بزاف عندنا اللي هي في بوسعده ومسيله. دبارة باسكو البرد مليحه، دبارة مليحه مليحه، تسرح العروق، وحاره صرتك تعود حاره في البرد، مع البرد كما هذا غير دبارة اللي تسلك. في عصر السرعه والوجبات الخفيفه أصبحت هذه الأكلات تستقطب أعداداً هائلة من المواطنين على اختلاف شرائحهم، بشعار اشتقنا للأكلات التقليدية في عصر الهامبرجر والبيتزا.